أروي لكم أروي لكم مولد مولانا الحسن أكرم أهل الأرض في طول الزمان جاء بشهر الله للبرية في السنة الثانية الهجرية مولده في أشرف الليالي في ليلة النصف على الكمال الله الله من فاطم هذا الولي ابن الولي أول مولود لمولانا علي حاضر أروي لكم أروي لكم مولد مولانا الحسن أكرم أهل الأرض في طول الزمان جاء بشهر الله للبرية في السنة الثانية الهجر مولده في أشرف الليالي في ليلة النصف على الكمال من فاطم هذا الولي ابن الولي أول مولود لمولانا يا همزة للوصل والكرامة عندكم على صح يا همزة للوصل والكرامة عفية بين نبي الله والإمام الله قد مرج البحرين يا سبط المرحمة قد مرج البحرين سبط المرحمة بين علي المرتضى وفا السيد الصبط الأمين المجتبى فداك يا رابع أصحاب العبا في يوم ميلادك يا ابن الحسب أفلح من صلى على ذكر النبي للأستاذ الشاعر عبد الله القرمزي هذا الذي قد جاء في الأخبار عن أول الأبناء للكرار كريم أهل البيت وابن السادة لما دنت من أمه الولادة قال لها النبي نفسا طيبي حبيبتي وزوجة صح الحبيبي قري عيونا يا ابنة الكرام هنأني جبريل بالغلام بشراك والبشرى لواحد أحد يا فاطم يرزقك الله ولد فإن وضعت القمر المنيرا فبشريني يا ابنتي تبشيرا ابني وأوصاف الكمال فيه لا ترضعيه قبل أن آتيه طوبى لك زهراء طوبى لك زهراء يا خير النساء قد جاءك رابع أصحاب الكساء صلوات نعم طوبى لك زهراء يا خير النساء
قد جاءك رابع أصحاب يا شمس من نور حبيبي أشرقي الحسن الزكي والبر التقي الحسن الزكي والبر النقي من خمسة لهم علينا المنة شرفنا سيد أهل الجنة هذا هو الموصوف في المباهلة وآية التطهير فيه نازلة هذا الكريم وارث الكرام بهم نزول آية الإطعام قال به النبي هذا ولدي مني كروح سكنت في جسدي ريحانتي مني له المحبة أحبه الله من أحبه الحجة الزاهد في الدنيا زهد وهو الإمام قام فيكم أو قعد في النصف قد جاء على الميعاد فأكثروا الصلاة للميلاد أحبه الله من أحب الحجة الزاهد في الدنيا زهد وهو الإمام قام فيكم أو في النصف قد جاء على الميعاد فأكثروا الصلاة للميلاد حدثني أبي وقال يا ابنتي اليوم تنجبين لي ريحانتي يا فاطم بالخبر السعيد هنأني جبريل بالوليد أوحى إلى أسماء وأمي سلمة فلتليا أمركما من فاطمة وكنتما بين نساء الجنة وامتلأت نورا وطيبا حجرتي وكنتما بين نساء الجنة وامتلأت نورا وطيبا حجرتي وكلما دنا قدوم الحسن كنت أحس خفة في بدني وبينما سيدة النساء تزهر بالولادة الزهراء وما أحست ألما ولا وجع وعندها نور الإمام قد سطع إذا بها والطلق في حال حسن قد وضعت بنور مولانا الحسن أصلي حياكم جدا تعالوا